السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحشتوني. النهاردة جايبة لكم فيديو جديد لقطة بتسمع مدح أهل البيت من راجل بسيط قاعد على القهوة. هنشوف مع بعض القطة كانت بتعمل ايه وهي بتسمع المديح، وبتعمل ايه بالظبط مع الراجل، ازاي بتبوس في ايده وازاي بتلف حوالين دماغه عشان تسمع. سجاد يا ابن الامام، يا ابن الامام، يا امام، يا ابن الامام، هذا ابن فاطمة الله، إن كنت جاهل أبوه. أيوة، هذا ابن فاطمة. بوس إيده. إن كنت جاهل أبوه. أيوة، لجده أنبياء الله قد خدموا. أيوة، وليس قولك من هذا بضائل. ايوه، سيبيه بقى يقول بقى. قول يا حاج، خلاص خليه يقول. وليس قولك من هذا بضائل، العرب تعرف من انكرت، ولا عجم يغضي حياء ويغضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم بكفه.